عايزة أعرف هل بتعالج كل جلطات المخ؟ بص يا فندم، هو الوحدة دي هي وحدة متخصصة في علاج طبعا الجلطات المخ. هي جلطات المخ في نوعين، يعني من السكتة الدماغية، الجلطات والنزيف. الجلطات بيتم التعامل معاها بحاجة اسمها الويندو، أو اللي هي اللي عندنا بيبقى عندنا ساعتين بحد أقصى إن إحنا ندي مذيب جلطة علشان ما تعملش إعاقة دائمة أو نوع من أنواع الشلل بعد كده. فده نوع الجلطات، وده بيتم التعامل معاه طبعا في الطوارئ بطريقة مجانية عن طريق وحدة السكتة الدماغية دي. والنوع الثاني اللي هو النزيف بالمخ، وده النوع الثاني من أنواع السكتة الدماغية، وده في جزء كبير منه دلوقتي حاليا بيتعالج عن طريق القسطرة، عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام جهاز القسطرة. بيتم وضع دعامات أو وقف النزيف دوت برضه، بحيث إن هو ما يأثرش وما يعملش إعاقة. فهم دول النوعين من السكتة الدماغية اللي بتعالجهم الوحدة الجديدة اللي احنا افتتحناها دي. الحمد لله احنا افتتحنا الوحدة دي من بالضبط من حوالي 10 أيام كده، بحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبنبارك لهم طبعا على التجديد ليهم في مجلس الوزراء. اكيد. جميل. دكتور طارق، هل عندنا ارقام واحصائيات عن عدد المصابين بالسكتة الدماغية في مصر؟ يعني بعض الأرقام كده بتقول إنه في العالم حوالي 15 مليون شخص بيعانوا من هذه الأمراض، أو تحديدا من التعرض للسكتة الدماغية. هل عندنا أرقام تمام وإحصائيات بعدد اللي ممكن يتعرضوا المصابين في مصر؟ طبعا احنا عندنا حوالي 200 ألف مصاب تقريبا في السنة بالسكتات الدماغية، في حدود 200-250 ألف تقريبا في السنة. وده طبعا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبه للعالم كله، فيه 15 مليون بس. طبعا نسبتنا تعتبر كبيره، وهو ده بيبقى تاثير نتيجه طبعا لمرض الضغط، عدم مرض الضغط والسكر والكوليسترول وعدم تثبيت الحاجات دي في العلاج، بيؤدي طبعا الى انواع السكتات الدماغيه. طب والنزيف يا دكتور سببه ايه؟ لا، هو السكتة الدماغية سواء جلطة أو نزيف بتبقى نفس الأسباب، بس طبعا يعني ممكن الضغط يسبب نزيف في المخ؟ طبعا الضغط العالي، ولو في تصلب في الشرايين الشريان بيفتح ويحصل نزيف. فهي سواء جلطات أو نزيف غالبا نفس الأسباب، بس طبعا ما بنقدرش، يعني كل مريض ليه طبيعة على حسب طبيعة الشرايين بتاعت المخ بتاعته. طبعا يعني بتحتاج المصاب بالسكتة الدماغية بيحتاج إلى تدخل سريع ودقيق جدا. قول لنا كده دكتور، ازاي بيتم الـ يعني معالجه سريعا لمن يتعرض للسكته الدماغيه، والتعامل معاه بيكون ازاي؟ طبعا هو زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو اهم حاجه التشخيص السريع. فاول حاجه، يعني اول جزء او واجب يقع على عاتق اهل المريض او المريض نفسه لما يحس باي ديستربنس في الليفل اوف كونشسنس، يعني درجه الوعي بتاعته مش مظبوطه، في اي مشكله في الكلام، في الحركه، في النطق، في الذاكره، يتوجه لاقرب مستشفى مجهزه. ودي نصيحه طبعا، دي اول خطوه، اقرب مستشفى مجهزه يعني مستشفى جامعي، مستشفى تعليمي تبع وزاره الصحه، مستشفى يكون فيه جهاز اشعه مقطعيه قادر على التشخيص السريع، لان بيبقى عندنا الفتره اللي هي الويندو دي هي اللي لازم نتصرف فيها، اللي هي خلال اول ساعتين من الاصابه. وبعد كده طبعا بيتم توجيه المريض لو محتاج زي ما اتفقنا مذيب جلطات، او محتاج قسطره لوقف النزيف. يعني استكمالا كمان للاعداد، احنا كنا يعني عندنا اوريدي بنعمل الخدمه دي، ولكن كنا بنقدر نخدم سنويا مش اكثر من 400 مريض. ان شاء الله بالوحده الجديده اللي احنا افتتحناها وزياده الكباستي في رعايه القسطره والجهاز، طبعا اللي عندنا ده جهاز هو احدث جهاز على مستوى العالم. الجهاز ده ميزته انه بيعمل اشعه مقطعيه، وفي نفس الوقت بيشخص، وفي نفس الوقت نقدر نستخدمه كاشعه تداخليه ونركب الدعامات وكده. فهنرفع قدرتنا الاستيعابيه من 400 ل 1500 مريض سنويا ان شاء الله.